مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سنريكم طريقة سهلة وسريعة لعمل حلوى التمر بالفانيليا لتبهر الجميع بطعمها اللذيذ. نحتاج إلى 125 جراما تمر منزوع النواة، ونحتاج أيضا إلى 650 جراما لبن زبادي بنكهة الفانيليا. نضع اللبن الزبادي في الخلاط، ثم نضع التمر. تخلط المكونات جيدا ثم يقدم باردا، وهذا الشكل النهائي. أشكر متابعتكم. لا تنسوا دعم الاشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. إذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق.